السلام عليكم أحبائي. وصفة اليوم إن شاء الله عبارة عن بطاطس لذيذة جدا بشكل مختلف، سهل التحضير وبمكونات بسيطة. انظروا معي إلى جمال شكلها، محشية من الداخل. تابعوا الفيديو إلى الأخير لتعرفوا إن شاء الله طريقة التحضير والمكونات. بالنسبة للمقادير، سنحتاج إلى بطاطس مسلوقة كما ترون معي، أحاول أن أسلقها بالقشرة حتى نستفيد من قيمتها الغذائية وتكون ألذ بالطبع. ثم لدينا من الخضر، اخترت الفلفل الملون مقطع إلى قطع صغيرة، البصل أيضا، ثم صدر الدجاج مقطع أيضا قطعا صغيرة. ويمكنكم أن تغيروا الحشوة بما تشاءون من الخضر، وأيضا يمكن أن تعوضوه بالتونة أو بالكفتة اللحم المفروم، ويمكن أيضا استغناء عن اللحوم والاكتفاء فقط بالخضر. لدي هنا بعض الزيتون الأخضر مقطع، ثم كمية من الكزبرة والبقدونس. بالنسبة للتوابل، ملح، إبزار أو فلفل أسود، بابريكا أو تحميرة، ثم الخرقوم أو الكركم. نعم، لدي هنا أيضا بعض الثوم المجفف، يسهل علي العمل ويأتي لذيذا. إذا نبدأ على بركة الله، نأخذ مقلاة ونضع فيها الخضر لكي تتشحر في قليل من الزيت. نضيف إليها صدر الدجاج ليتشحر معها ونختصر الوقت، ثم أضيف التوابل. بهذا الشكل نضيف الآن القزبرة والبقدونس بعد تقطيعهما، ثم أطفئ النار وأدع الحشوة تبرد. بعد أن قشرت البطاطس المسلوقة وعجنتها بالشوكة، أعجنها جيدا، أضيف إليها القليل من الثوم المجفف، القليل من الملح، ثم القليل من الإبزار أو الفلفل الأسود، رش فقط القليل، وأكمل العجن. أخذ الآن ورق الزبدة إن كان متوفرا، إن لم يكن يمكننا أن نعوضه ببلاستيك أو أي شيء نلف به. نأخذ هذه الكمية من البطاطس، ونسرحها جيدا. بعد أن أبسط البطاطس بهذا الشكل المتساوي كما ترون معي، أخذ الآن المايونيز إن كان موجودا، ويمكن تعويضه بالجبن أيضا يأتي رائعا. أو صلصة طماطم أو أي شيء تفضلونه، المهم أن تأخذوا الطريقة وتغيروا الحشوة بحسب أذواقكم. فعلا تأتي رائعة جدا جدا، ستكتشفون. تأتي غاية في الروعة، تستحق فعلا التجربة. إذا بعد أن دهنتها جيدا بالمايونيز، نأخذ الخضر
ثم الزيتون الأخضر المقطع، يمكنكم إضافة بعض الجبن أو جبن ساندويتش إن كان متوفرا، يزيدها لذة وجمالا. نطوي البطاطس برفق بهذا الشكل، وهذا هو شكلها قبل إدخالها إلى الفرن. إذن لففناها جيدا، انظروا إلى الجوانب، تأتي هكذا بهذا الشكل. إذن نأخذها الآن ونضعها في صينية فرن، إما مدهونة بالقليل من الزبدة أو نفرش فيها ورقة الزبدة، ويكون الفرن ساخن ودرجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى تتحمر من الجهتين، ثم أريكم شكلها النهائي. لكم قطعة لتروها من الداخل، لا زالت ساخنة، يفضل أن نتركها حتى تبرد ثم نقوم بالتقطيع. انظروا معي أحبائي إلى شكلها من الداخل، تأتي رائعة جدا، مليئة بالخضر وبالجبن. إذن هكذا تقدم.